عذراء، خالة فريدة، بنتي، حبيبة قلبي، لو تعرفي قديش اشتقت لك. آسفة كتير، لا تواخذيني كرمال الله. انشغل بالي وخفت عليكي كتير، ما عم صدق. وأخيرا أحمد والشكر يا رب إني شفتك مرة تانية قبل ما أموت. ألف الحمد لله. لا تزعلي مني، ما كان قصدي أشغل بالك، ومشان هيك كتبت لك رسالة حتى ما تخافي علي. سطرين؟ على كل حال حسابك بعدين. بس قليلي، ما فكرتي فيني وانشغل بالك علي؟ ما قلتي لحالك خالتي سكر عايشة ولا ميت؟ ولا بيهمك يعني؟ طبعاً بيهمني، وصدقيني كنت فكر فيكي طول الوقت، ما رحتي من بالي ولا لحظة. انتي أكتر وحدة بحبها وبوثق فيها، ما إلي حدا غيرك. بنتي سندي وقوتي بهالحياة، لا تزعلي مني. سامحيني على كل شي صار، وبعدك ما رح أشغل لك بالك مرة تانية. مثل ما بتعرفي، كل اللي بتمناه تكوني بخير وما بقى أشوف دموع بعيونك أبداً. آه منك يا بنتي، ما بعرف ليش عملتي هيك بحالك وفينا. لو أجيتي لعندي كنت وقفت جنبك وساعدتك. المهم صار يلي صار، يلا ضبي غراضك خلينا نروح. لا ما بقدر. ليش ما بتقدري؟ بكفي حبيبتي، صار الوقت حتى ترجعي على بيتك. ما فيني أرجع أبداً خالة فريدة، ما بقدر. ما بقى فيني أرجع على اسطنبول، بترجاكي فهميني. يعني بدك تضلي بعيدة عن عيلتك؟ خالتي فهميني، ما فيني أرجع على القصر بعد يلي صار. مشان الله يا خالتي فهمي علي، ما عاد في إلي شي هنيك. لأنه نحن هلأ عم نطلع. عذراء، خالتي فهميني، بترجاكي والله ما بقدر أرجع لهنيك أبداً. خالي يا ربي، شو صار لك؟ خالتي مشان الله فتحي عيونك. خالتي فيه، مشان الله حدا يساعدني، ساعدوني، حدا يساعدني. خالة فريدة، مشان الله خالة فريدة ردي علي، مشان الله بترجاكي ردي. بارس، خالة فريدة بترجاكي ردي علي، مشان الله فتحي عيونك. اهدي شوي، لا تخافي. خالة فريدة مشان الله لا تتركيني، فتح عيونك. بعدوا عنا شوي لو سمحتوا. ماشي، اهدي عزراء، خلص ليكنا وصلنا. مشان الله. على مهلكم. خالة فريدة، في استاذ وقف لو سمحت، خليك برا، ما فيك تفوت. علي أنا قلت لها رح نتطلق، ما كان لازم خبرها هالشي. كل شي صار ما كان بسببي أنا. روقي، إن شاء الله ما بيصير لها شي. إذا صار لها شي ما رح سامح حالي أبدا. اهدي، اهدي شوي. عذراء، إن شاء الله ما يصير لها شي. عذراء، شو صار مع ستي؟ وين هلأ؟ جوا بالإسعاف، ما بعرف شو صار لها، داخت وقعت. روقي، 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 رح تصير أحسن، اهدي شوي. طولي بالك، لا تبكي،
ما في حدا هون بيقدر يساعدنا؟ انتو بتقربوا الست فريدة تشيلان؟ ايه، شو وضعها؟ لساتها غايبة عن الوعي، لسا بكير كتير لحتى نقول شي. طيب، ستي عندها دكتورة الخاص، عم يتابع حالتها، إذا حكيناها شي ممكن يفيدها؟ ايه طبعاً استاذ، هاد بيفيدها كتير، يا ريت تحاكيه فوراً وخليه يتواصل معنا. تمام، رح حاكيه هلأ، أرسو يخبر أهلي. ماشي. اهدي عزمة. ما بقدر، ما فيني، ما رح اهدى لأطمن إنه خالة فريدة صارت منيحة. رح تتحسن إن شاء الله. رؤي، كل اللي صار بسببي، لو ما حملت حالي من دون ما خبرها، لك حتى ما اتصلت فيها لطمنها علي، مع اني بعرف انها مريضه. الحق علي كله بسببي، ان شاء الله ما يصير لها شيء. خلاص عزراء، روقي شوي، رح تكون منيحه، طمن. جين، استنى، لوين رايح؟ اهدى، خلص روق وتعال معي. ألو، إيه بابا؟ نحن ما رح نقدر نجي اليوم، قلت لخبرك بنتي. ليش خير بابا، شو صاير؟ نحن بالمشفى. كيف؟ لا تخافي، نحن مناح، ما فينا شي. عم دقلك لأنه لازم نضل هون للصبح، بس إجي بحكي لك. تاني منامت؟ إيه نامت. طيب حبيبتي، قفلي الباب منيح ولا تفتحي لحدا، بحكي معك الصبح. ماشي بابا، تصبح على خير. وأنتي بخير. خبرت داملة. إذا بدك فيك تروح، لا تستناني، رح ضل هون الليلة. ما في داعي نحكي أكتر، قلت لك رح أبقى هون. بعدين خبرت داملة، يعني ما في مشكلة. طيب، شكراً.
يلا. أخي كيف صارت ستي؟ جين كيف ستك؟ شو صاير معها؟ ما بعرف لساتها جوا. عزراء؟ عزراء عزراء رح استنى برا. ماشي. عزراء نشغل بالنا عليكي. بعرف حكيت مع خالي فريدة، سامحوني. حدا يفهمني شو يلي وصل مرت عمي على المشفى؟ بعدين شو لها شغل بموجلة وليش اجت لهون بدون ما تخبرنا؟ أكيد كله من تحت راسك. كل الحق عليكي، رحتي اختفيتي فجأة والمرة المسكينة ضلت سنة عم تدور عليكي، وأكيد لما شافتك قدامها تعبت هيك. أمي خلاص اهدي. صراحة اجت لهون مشان ترجعني، بس لما قلت لها ما بقدر أرجع تعبت. عزراء إمتى اجت ستي لعندك؟ لا مو معقول اللي عم بيصير. دكتور كمال لا تواخذنا، تعبناك بالجاي لهون بهذا الوقت، آسفين. لا تحكي هيك، الست فريدة غالية علينا كلنا، بس عندي فضول أعرف شو اللي صار معها بالضبط لحتى وصلت لهاي الحالة. أنا قلت لها لازم تبعد عن الزعل وما تضايق حالها. وهلأ كيف وضع منقدر نشوفها يا ترى؟ طبعاً فيكن تشوفوها، بس ما تطولوا عندها ولا تتعبوها لو سمحتوا. تمام. طيب إمتى منقدر نطالعها؟ لازم تضل كم يوم تحت المراقبة، وضعها مستقر، رح أرجع أطمن عليها المساء قبل ما أروح. شكراً. شكراً. العفو، الحمد لله على سلامتها. ستي كيف صرتي؟ منيح. خليكي مرتاحة. مرت عمي خوفتينا عليك كتير، كيفك هلا؟ لا تخافوا علي، ما فيني شيء، أنا منيحة منيحة. ها؟ أنتوا شو عم تعملوا هون يا أولاد؟ لا توقفوا هنيك على الباب، تعالوا لهول لشوف، تعالوا لجنب. الله يسامحك سراب. ليش خبرتي عزراء وجينك وشغلتي لهم بالهم هيك؟ ستي شو قصدك؟ ابني انتو ما كنتوا بشهر العسل؟ ما كان في داعي تقطعوه مشاني. اه سراب. شوفي شو صار، ليش هيك صفنتوا كلكن؟ سراب ما في شي مرت عمي، بس استغربنا انك قلتي هيك. طيب بنتي هالمره مشي الحال، بس كان احسن لو ما خبرتيهم. يلا ما بقى فينا نعمل شي، خلاص الاولاد اجوا. مرحبا يا جماعه، كيف صرتي ست فريده؟
صاير شي مشكلة؟ لا، بس مرت عمي اتضايقت شوي لأنه خبرنا عزراء وجينك وقطعوا شهر العسل. كنا عم نحكي بهالموضوع. طبيعي كتير ازعل لأنه خربت على ولاد شهر العسل. بسيطة، وهلأ كيف حاسة حالك؟ راسي عم يوجعني شوي مو أكتر. هاد شي طبيعي. طيب بتقدري هلأ تقلي لي نحن بأي يوم وأي شهر؟ إيه نحن بآب. معقول يعني انسى يوم عرس ولادي؟ طيب معلش تستنوا برا، بدي افحص الست فريدة مرة تانية. ستي رح تتحسن أكيد. كيف صار هيك؟ والله مخي ما عم بستوعب. معقول سنة كاملة انمسحت من ذاكرتها؟ تمام إن شاء الله خير أمي. صار معها هيك من فترة، وأنت بتعرفي يمكن يكون هذا الشيء مؤقت. كمان أنت بتعرف شو اللي صار بهديك الفترة، ما هيك؟ الله أعلم شو رح يصير هلأ. كل الحق عليك يا عزراء، بس لو أعرف شو قلتي حتى وصلتي المرة لهالحالة. سنة كاملة وانتي مختفية، ولما رجعتي لقينا حالنا بالمستشفى مرة تانية. برافو امي، خلاص بكفي. جينك مشان الله حاجة تدافع عنا بقى. والله ما كان بدي يصير هيك، انا اسفة كتير. بس اسفك هذا ما رح يحل المشكلة هلا، ما هيك؟ امي لك يا امي، خلينا نهدى ونستنى لنشوف، ما في شي مأكد لحد هلا. من شو بدك تتأكد ابني؟ ما كل شي مبين وواضح. ما انك شايف المرة جوا؟ ما انا متذكرة شي. مفكرتكم متزوجين، مفكرة انه لساتكم لهلا بشهر العسل. نحن أصلاً متزوجين. هذا اللي أنا عم أقوله. إيه؟ هذا هو قصدي. المرة نسيت كل شيء هلأ، ما عندها علم لا بمارت ولا باللي صار بعدين، وهلأ لما رح تسألنا شو رح نقلها يا ترى؟ شو الجواب اللي لازم نحكيه؟ هلأ وقت نفكر بهذا الشيء؟ برأيي نحن لازم نرتاح شوي. أردا، طالع أمي شوي على الجنينة خليها تشم شوية هوا، وبس يطلع الدكتور بخبركم شو قال. ماشي. ألو؟ إيه بابا؟ بنتي؟ صوتك ما عجبني، صاير معك شي؟ لا، حاسة حالي رح رشح، ما بعرف. معناتها عصري ليمون وحطي فيهم معلقة عسل، واشربي مي دافية كتير بنتي، ماشي؟ ماشي. رح تجو؟ لا، لساتنا هون. بس معلش تديري بالك على تانيم؟ إيه ولا يهمك. شكراً حبيبتي. لو ما كنتي موجودة معنا شو كنت رح أعمل؟ بابا؟ إيه حبيبتي؟ أنا... بنتي راح صوتك. خلص ما في شي مهم. طيب بنحكي بعدين. هلا بدي جيب أكل لعزراء وروح لعندها. يلا ديري بالك على حالك. وأنت كمان. جينك طمني شو قال الدكتور؟ ما قال شي واضح، رح يراقبوا وضعها. عطوها هلا قبرة لحتى تنام. طيب وإذا أخذناها على اسطنبول؟ سألتهم إذا فينا. إيه وقالوا ما منقدر نخاطر، يعني ما منقدر نطالعها لبكرة. إيه بس هلا وضعها مستقر؟ ما بعرف. طيب وين عزراء؟ فاتت لجوا، حابة تكون جنبها. وشو بدها تعمل إذا فاتت لجوا؟ يعني المرأة أصلاً نايمة. إن شاء الله أمي خلصنا بقى، بلا لهذا الحكي اللي بلا طعمة، لا بقى تحكي هيك لو سمحتي. ليش قلي شو حكيت؟ حلو والله حتى أنت عم تعيط علي، كأنه أنا اللي وصلت ستك لهالحالة. الله يصبرني. Thank you.
عارف زعلتك كتير، بس ما كان قصدي. عم لوم حالي لأنه جوابي كان قاسي. كنتي على طول واقفة جنبي وما قصرتي، ساعدتيني بأصعب لحظات حياتي، اهتميتي فيني وما تركتيني أبدا. لهيك كيف كان بدك أطلع بوشك وقول لك أنا رايحة؟ كيف كان فيني أقول لك رح أتركك؟ ما قدرت، ما كان بدي أزعجك بمشاكلي، بس تعبت من كل شيء، حسيت حالي ضايعة بالدنيا. بعرف هذا مو عذر اللي أنا عملته معك، بس ما كان عندي حل تاني، قلت لازم وقف على رجلي. وبصراحة وقتها خفت إذا شفتك أو حكيت معك إضعف وإنهار قدامك. كنت حابة أجي لعندك وأحكي لك كل شيء، أحضنك وأبكي على كتفك، بس ما قدرت. كنت متأكدة إذا شفتك ما رح أقدر أتركك. فكرت، صدقيني فكرت كتير، وكان القرار صعب. أنا وجينك ما بنقدر نكون مع بعض، ما بقدر أرجع على هداك القصر ابنه، ما فيني أعيش وكأنه ما صار شي. بترجاكي فهميني، رح أحس حالي عم اختنق. هلأ حاولت أنسى الجرح وبلش حياتي من أول وجديد، يمكن نجحت ويا دوب قدرت رتب حياتي واتعود. بترجاكي لا ترجعيني على البيت اللي عم حاول بعد عنه وانسى. بترجاكي لا تجبريني، ما بقدر ارجع لهنيك، بدي انسى كل شيء. تعرفي اني بحبك كتير، ما هيك؟ بوعدك رح خبرك كل شي بس تفيقي، وبظن رح تفهميني وتوقفي معي ورح تدعميني مثل العادة، ما رح تتخلي عني لأنك وعدتيني ما تتركيني. رح نقعد ونحكي مثل ما كنا نعمل قبل، وقتها رح تسامحيني ورح نتصالح. انتي اكتر وحده بحبها بهالدنيا، سامحيني. المهم تقومي بالسلام. عذراء، فينا نحكي شوي؟ عذراء، مين هاد؟ هاد رفيقي. بعد إذنك بدنا نحكي بموضوع خاص. أنا وأنت ما في أي شي نحكي عنه، ممكن تترك إيدي؟ أنتي منيحة؟ منيحة،
منيحة لا تاكل هم أبدا. جبت لك شي تاكلي؟ لا شكرا ماني جوعانة. ما بيصير لازم تاكلي وإلا رح أجبرك ومنعمل خناقة كبيرة. يعني هلأ نحن بالمشفى وبعدها منصير بالمحكمة. اضحكي شوي بقى. كيف هست فريدة؟ إن شاء الله تحسنت. لسه ما منعرف شو وضعها بالضبط. هلأ نيموها مرة تانية لأنها فاقدة ذاكرتها. لازم بس تفيق نفهم إذا هذا الوضع مؤقت ولا لا. إن شاء الله تتحسن وتقوم بالسلام. طيب شو رح يصير إذا ضل وضعها مثل ما هو هلأ؟ وقتها شو رح تعملي؟ ما بعرف. أصلاً ما فكرت بشي. ما بعرف كيف بدي أطلع بوشها وخبرها بكل شي صار، وخاصة وهي بهالحالة. الدكاترة قالوا إنه لازم ندير بالنا، يعني ما بيصير تزعل ولا تتضايق من شي. يعني بدك تمثلي؟ ما بعرف. حتى لو كان بدي ما بعرف إذا بقدر أعمل هالشي. يلي بدي إياه هلا إنه لما تفيق تكون رجعت لذاكرتها. إن شاء الله يصير هيك. يعني بعدين منفكر شو رح نقلها وشو منقدر نخبرها. طالما هي نايمة خلينا نروح على البيت. يلا قوم، لازم ترتاحي وتفكري على مهلك. ما فيكي تاخدي أي قرار بهيك حالة. بعدين لما بتفيق بيتصلوا فيكي ومنجي فورا. لا شكرا ما بقدر روح من هون هلا. ما بقدر اترك الخالة فريدة وهي بهالحالة. ما فيني اعيد نفس الخطأ. اصلا هي صار معها هيك لاني تركتها لحالها. وهلا ما رح بعد عنها لترجع توقف على رجليها. رح ابقى عندها. بس خلص انت روح، حرام البنات لحالهم من مبارح. حكيت معهم عم يدبروا امورهم. بعرش عن جد ما في داعي تضلهم. بعدين ليك هاي السندويشة معي، يعني بدبر حالي فيها لبكرة لا تاكلهم. وشو بدك تعملي بهاد؟ جينك لا تخاف انا رح حل الموضوع. بعدين ما حدا فاضي الكل عم يفكر بصحة خالة فريدة. تمام، معناتها ديري بالك على حالك. حذري شو؟ ما رح أتركك قبل ما تاكلي وتطلعي تشمي شوية هوا مشان روح وقلبي مطمن. إذا بتريدي عذراء. طيب ماشي. يلا ما عاد فيي أرجع على هداك القصر. ما فيني أعيش كأنه ما صار شي. بترجعكي فهميني، رح أحس حالي عم اختنق هنيك. هلأ حاولت أنسى الجرح وبلشت حياتي من أول وجديد. يمكن نجحت ويا دوب قدرت رتب حياتي وأتعود. بترجعكي لا ترجعيني على البيت اللي عم حاول بعد عنه وانسى. شو هاد حبيبتي؟ رسمة، انتي وانا. ما بدك ترسمي حدا تاني؟ هي لإلك، خصوصي إلك. ليش؟ لأنه انتي بدك تروحي. وانتي شو عرفك؟ شوفي حاطة شنطاية كبيرة هنيك مثل الناس اللي بتسافر. مزبوط رايحة. بس ما تطولي علي ماشي، لأني رح أشتاق لك كتير. ماشي حبيبتي. توعديني؟ ما بقدر أوعدك. معناتها ما رح ترجعي بسرعة. ما بقدر أوعدك لأني ما بعرف شو رح يصير معي. يلا تعي خلينا ناكل. تحيت أمك لشوف. بينار ما بتحب السبانخ أبداً، بس أنا باكلها من شان تصير كبيرة وقوية، ما هيك؟ صحيح حبيبتي. يلا بحبك كتير وبشتاق لك على طول. وأنا كمان بحبك كتير يا روحي.
أكلتي شي؟ إذا ما أكلتي خلينا نقول لأردا يجيب لك شي تاكلي. لا لا أكلت، بارس جاب لي هي. إيه يسلم إيديه. عزراء لا تواخذيني على الحكي اللي قلته، ما كان قصدي، بس ما كنت فهمانة شو عم بحكي. يعني لما مرت عمي بتكون تعبانة أنا ما عاد شوف قدامي. بعرف أصلاً معك حق بكل شي حكيتي. الحمد لله أنك بخير. يعني لو تعرفي قديش انشغل بالنا عليك وعلى طول كنا نفكر شو صاير معك، أنت تعبانة ولا مرتاحة؟ وبالأخص مرت عمي المرة المسكينة كانت كتير مقهورة. يا ريتك خبرتيها يا عزراء. بس كتبت لها رسالة حتى ما تخاف. ايه صح، بس برأيك الرسالة بتكفي؟ نسيتي قديش عشتوا شغلات مع بعضكم؟ لهيك كان لازم تجي وتحكي معها، تشرحي لها شو صار وتودعيها قبل ما تروحي. يمكن لو عملتي هيك ما وصلنا لهذا الوضع، والرسالة اللي كتبتيها عطتها أمل. ما بعرف بالضبط شو كتبتي، بس بتوقع أنك قلتي لها رح ترجعي بس تصيري أحسن. لا ما قلت هيك شيء أبدا. إيه بس ليكي هلأ هي هيك فهمت، ولما شافتك وقلتي إنه ما رح ترجعي المرة غطى على قلبها ووقعت على الأرض. عزراء ليكي أنا كمان بشوف إنه معك حق باللي عملتي. أصلاً الرجعة صارت مستحيلة بعد كل اللي صار، بس الأمور ما بتتعالج بهي القسوة. طالما أنت أخذتي هيك قرار وبتعرفي وضع مرت عمي منيح، يا ريتك طولتي بالك وخبرتيها بأسلوب أحسن. إيه صحيح معك حق بكل شي حكيتي، بس بهديك اللحظة ما قدرت أفكر. لا تاكلي هم وقت تصحى الخالة فريدة رح طيب خاطرها وأشرح لها موقفي بكل هدوء. إيه بيكون أحسن أكيد. مبين عليكي مرتاحة ومبسوطة هون وتعودتي على حياتك الجديدة. ليكي لمصلحة الكل ما بدي نرجع نعيش المشاكل من أول وجديد، وصدقيني الوضع مانو متحمل وخاصة وضع مرت عمي. لا تاكلي هم أبدا، كل اللي بيهمني هلأ إنه هي ما تزعل. بعرف بعرف أكيد ما بيهون عليكي تزعل. أصحك تفهمي الحكي اللي قلتلك يا غلط، عم بحكي مشان مصلحتنا كلياتنا. أصلا الرجعة صارت مستحيلة بعد كل شي صار. همنا الوحيد هلأ إنه ما تزعل مرت عمي وتقدر تتجاوز هالأزمة بسرعة، ما هيك؟ يعني طالما أنت اللي وصلتيها لهالوضع ومرضيت، وبما إنه ما رح تغيري رأيك فخلص لازم تحلي المشكلة اللي صارت. رح خبر ميليس أحسن ما ينشغل بالها، وكمان بلا ما تدرى من حدا تاني. أها جينك منتصل خير إن شاء الله، شو صاير؟ إيه اللي حبيبي باللجنينة؟ ليك جنبي نحنا مع بعض. آه طيب طيب جايين فورا. تمام شوفي مرت عمي فائت وقال بدها تطلع على الجنينة، بس بدها أنت وجينك تطالعوها لأنه عندها كلام بدها تحكيه معكم. طيب ست نيرمين. أهلين سيد بارش. وين البنات؟ دقيت لهم ما ردوا، كأنه مو بالبيت. تانيم هون ودام لقالت في عندها شغل وطلعت. ماشي شكرا. حبيبتي تانيم شو وين داملة؟ راحت تركت لك هذا معي. أكلت بس زعلت من بينور لأنه ما أكلت. وين عزراء؟ رح تجي حبيبتي. خلص روحي هلأ لعند خالي نيرمين
خليها تفتح لي غرفتي ونايمه بنور جوا. يلا خالي. خالي نرمين. بابا، كتابة هي الرسالة وأخذ هذا القرار ما كان سهل علي أبدا. فكرت كتير بالموضوع، بس بالأخير خلص أخذت قراري وما رح أتراجع عنه. صحيح الموضوع ما نو سهل، بس خلص أنا رايحة. ما خبرتك من قبل لأنك ما كنت رح توافق، بس أنا قدمت على امتحان المعهد الموسيقي بالسر ونجحت. بعرف أنك ما كنت رح تسمح لي روح وأستقر بإسطنبول. إيه، رح أمشي بطريق أمي، ومو ذنبي إني بشبهها. بترجاك لا تزعل مني لأني عم خبرك بهي الطريقة، بس ما بدي أتخانق معك ولا بدي زعلك، بس خلص ما عاد أتحمل، بدي أعيش حياتي، ما عاد بدي أتخبى من الناس مثلك. بخاطرك، داملة. ست نيرمين؟ نعم أستاذ بارش. إمتى طلعت داملة؟ ما بعرف، إلى نص ساعة تقريباً. طيب، ديري بالك على تانين. تكرم. قديش حلو هالمكان، خلونا نقعد هون ونحكي شوي. ايه يلا حكولي لشوف شو عم بيصير. ليش هيك ساكتين؟ ما في داعي تتلبكوا هيك، لأني فهمانة يلي صار معي. أنا نسيت سنة كاملة. إيه ستي، وهلأ كيف حاسة حالك؟ مثل كأني ما نسيت شي أبداً. إيه، وهلأ يلا حكولي لشوف. نحن ليش موجودين هون؟ أنا شو عم أعمل هون؟ جينك، احكي ابني. نحن بموغلا ستي. بعرف هذا الشيء، بس ابني عم اسألك نحن ليش هون؟ خالي فريدة، انت منيحة؟ ستي، انت منيحة؟ راسي وجعني شوي، بس احكي لي، عم اسمعك، قول. نحن اجينا عطلة على موغلا وقلنا لحالنا منجيبك معنا. قلنا منه بتغيري جو ومنه بتتسلي، بعدين منقضي وقت مع بعضنا. وبعدين لما تعبتي وقعتي على الأرض اضطرينا نجيبك على المشفى. على الأغلب صار هيك من الشوق، هلأ صرت منيحة. معناها صار مارق سنة كاملة على عرسكن، صح هالشي؟ أصلاً حتى لو ما حكيتوا كنت حأفهم لحالي. عم اطلع عليكن هلأ، قديشكم متغيرين؟ السنة مو فترة قصيرة، الله أعلم شو اللي صار فيها وماني متذكرته. حكولي لشوف شو اللي صار وأنا نسيته.